فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: ابتليت بالإدمان على العادة السرية، ويقول: أكاد أقتل نفسي بسببها، فيسأل يقول: بما تنصحونه؟ ثم يطلب منكم الدعاء له لكي يتخلص من هذا الأمر. نعم، هذه آفة، عليه أن يتجنبها ويعزم على ذلك، يتركها وسينساها شيئا فشيئا. وإذا استعان على شهوته بالصيام كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يصوم. وقبل ذلك كله، إذا كان يقدر على الزواج تزوج، يقدر على الزواج يتزوج، إذا لم يقدر على الزواج فليتصبر، يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. لا يجوز له العادة السرية، حرام، والمداومة عليها أشد. وأيضا مع كونها حراما فيها ضرر طبي كما ذكر الفقهاء الأطباء، كما ذكر الأطباء أن فيها ضررا صحيا، فعليه أن يتجنبها ويحذر منها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.